أهلا بحضراتكم مرة تانية، فقرتنا التالتة والأخيرة، فقرة السياحة والأثار. احنا في فقرة السياحة والأثار بناخد حضراتكم لجولة تاريخية كل مرة في مكان جديد. النهاردة هنروح لمكان بعيد جدا، بعيد شوية، هو أرض الأقواس. إيه هي أرض الأقواس؟ بلاد النوبة. هنروح لبلاد النوبة ليه اتسمت كده؟ اتسمت علشان أهلها هم كانوا مميزين بمهارة الرماية. النوبة بلاد بتمتد من أقصى جنوب أسوان لشمال السودان، اتذكرت في الكتاب المقدس باسم كوش. واحنا التفاصيل اكتر عن النوبة هيكون معانا دكتور ايفان ادوارد بولس، استاذ الارشاد السياحي المساعد بجامعة الفيوم وعضو جمعية المحافظة على التراث القبطي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني النوبة منطقة تاريخية بتمتد من طول نهر النيل من الشلال الأول جنوب أسوان لشمالا لجنوب التقاء النهرين الأزرق والأبيض جنوبا. عايزين حضرتك تكلمنا بداية قبل ما نتكلم عن معابد النوبة والتاريخ النوبة، عايزين نتكلم عن المنطقة التاريخية النوبة. أي في البداية أنا يعني بنتهز الفرصة ومع حضرتك والبرنامج، وبقدم التهنئة إلى كل حبايبنا وإخواتنا المسلمين في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي بعيد الأضحى المبارك. أعد الله علينا جميعا وعلى مصرنا الغالية بكل خير. موضوع النهاردة موضوع جميل جدا بيهم كثير من المهتمين بآثار مصر اللي هي آثار بلاد النوبة. وقبل ما أتكلم عن آثار، طبعا زي ما حضرتك أثرتي قبل البرنامج وفي مقدمة البرنامج ما شاء الله معلومات جميلة جدا، أرض الأقواس وطا ستي، فالحاجات دي كلها مهمة جدا ان احنا نتكلم عليها. النوبة بتمتد يعني كموقع من الجندل الاول او الشلال الاول زي ما حضرتك قلتي لغاية الجندل السادس، ودي بتغطي مساحة حوالي 250,000 كيلومتر. فيها نوع زي مصر، ما عندنا مصر العليا اللي هو الصعيد ومصر السفلى اللي هو وجه بحري، برضو النوبة فيها النوبة السفلى ودي موجودة في مصر، اللي هي الجزء الاعلى من السودان وبلاد النوبة، دي موجودة في مصر. النوبة العليا ودي بتقع كاملة في السودان، واللي بيفصل بينهم بس منطقة الجندل الثاني عند منطقة وادي حلب. النوبة السفلى كان دايما بنطلق عليها عند وواط، بيطلق عليها وواط. النوبة العليا طول عمرنا بنسميها قاش أو كوش، ده قبل ما يطلق على بلاد النوبة كلها اسم قاش. المعلومة اللي تهم الناس والسادة المشاهدين كلهم إن الاسم الحالي اللي احنا بنقوله عليه اللي هي بلاد النوبة دي جاية أساسا من كلمة نبو بمعنى الذهب، لأن طول عمر النوبة أرض الذهب، ودي كان يعني أقدم الأسماء في الزهور اسم النوبة. أما كلمة كوش ما ظهرتش غير في عصر الملك سنوسرت الأول، وزي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ورد ذكر كوش 37 مرة في الكتاب المقدس إشارة إلى بلاد النوبة. وآخر المسميات اللي حضرتك قلت عليها طاستي اللي هي أرض القوس أو أرض الأقواس أو أرض السهام. طب يا فندم احنا عايزين بقى حضرتك تاخدنا كده الاول قبل ما يعني نروح للمعابد ونروح لاصل التسميه ولكل الحاجات، عايزين تاخدنا جوله للنوبه. الناس اللي ما راحتش النوبه قبل كده ازاي يحسوا نفسهم كانهم راحوا ويبقوا عايزين يروحوا النوبه؟ انا هقول بعض المعلومات اللي هتشد الناس جدا وهتخليهم ينتبهوا الى موضوع النوبه بطريقه كبيره قوي. النوبة ضمت مجموعة رائعة من المعابد المصرية اللي تعنينا كمصريين، أكثر من 17 معبد. وطبعا لما بنقول للطلبة حتى عندنا في الكلية المعلومات دي بيبقوا مستغربين إن في هذا الكم من المعابد موجود. 5 هياكل أو مقاصير شرق النيل وغرب النيل، معظمها منحوت ومحفور في الصخر زي معبد أبو سمبل الكبير ومعبد أبو سمبل الصغير، للناس اللي كلها عارفين يمكن يجهلوا بقية المعابد اللي موجودة في النوبة، بس المعبدين دول من أعظم المعابد المصرية اللي شهدت في النوبة. لازم نقول كلمة، ده كلام عام كله عشان لما نتطرق لمعابد النوبة الكلام ده بيتكرر في كل معبد. معظم معابد النوبة تحولت إلى كنائس في العصر المسيحي، وسكنت المعابد وبعض المناظر تم تغطيتها ورسم بعض المناظر المسيحية عليها. أقدم المعابد دي معبد اسمه عمدة، وده شهده الملك العظيم تحتمس الرابع وولي عهده الملك أمنحتب الثاني. أكثر واحد طبعا المشهور والمتسيد جدا في النوبة هو الملك رمس الثاني، ليه أكثر من 6 معابد زي بيت الوالي وجرف حسين وادي السبوع الدر، معمدين أبو سمبل الكبير والصغير. المشاهد لو حب يعرف علاقتنا ببلاد النوبة لازم يعني أنجزها كده في نقاط بسيطة. لازم نعرف إن مصر كان ليها علاقة
ملوك مصر القديمة ليهم علاقة بمملكة النوبة منذ الأسرة الأولى. يعني كلنا ما نعرفش من الأسرة الأولى والأسرة الصفرية غير الملك نعرمر أو منى زي ما يطلق عليه موحد القطرين. عندنا ملك اسمه الملك جر ده في الأسرة الأولى خرج على رأس حملة للشلال الثاني لتأمين طرق التجارة. يبقى ده معناه إنه منذ أقدم التاريخ وأكثر من الأسرات المصرية في حملات وفي تجارة مع بلاد النوبة. عصر الأسرة الثابتة، عصر الملك بيب الأول، أرسل قائد عنده مشهور جدا في التاريخ المصري ودارس التاريخ عارفينه، القائد ويني، علشان يقدم المتمردين. حفر 5 قنوات عند الشلال الأول عشان يسهل الاتصال بين مصر، لأن لازم المشاهد يعرف يعني إيه شلال أو جندل. دي مجموعة من الصخور بتعترض مجرى النيل، فبالتالي السفن اللي رايحة عشان تجارة أو 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 ما بتعرفش توصل لبلاد النوبة. فهو عمل 5 قنوات كده صغيرة لتسهيل الاتصال بين مصر والبلاد الواقعة جنوب مصر. وكان في علاقات حلوة جدا مع زعماء بلاد النوبة على مدار التاريخ. في الدولة الوسطى سنوسرة الأول راح ومد نفوذ الملك المصري إلى كوش، يعني آخر حدود بلاد النوبة، وأرسل بعثات لاستغلال المناجم، وإحنا عارفين إن مناجم الذهب تكثر في بلاد النوبة. عمل قلاع هناك وأصبحت قلعة دايما الناس عارفينها اسمها سمنة وقمنة، دي أصبحت هي حدود مصر الجنوبية. بس في فترات بقى العلاقات ساءت جدا، يعني لما دخل الهكسوس عندنا مصر وقعدوا كذا أسرة، الأسرة 15 و16 و17 في محافظة الشرقية زقازيق الشرقية، في نهاية الأسرة 17 كان تقريبا في تحالف ما بين، أو يعني رصد الملك المصري تحالف ما بين الهكسوس في الشمال والنوبة في الجنوب إن هم يهجموا على الملك المصري اللي في طيبة اللي هي الأقصر الحالية، علشان واحد من اليمين واحد من الشمال ويهجموا على مصر. علشان كده أول ما أحمس ربنا يعني قدر إن هو يطرد الهكسوس بعد فترة صعبة قوي، يعني 3 أسرات كاملة، أول حاجة وجه ليها أحمس اهتمامه هي تأديب النوبيين على تحالفهم مع الهكسوس. وفي كمان حاجة ظهرت حب الملك المصري يعملها، إن هو يعمل ويستحدث وظيفة جديدة في النوبة اسمها نائب الملك في كوش، ده موجود بصفة دايمة، أو أطلق عليه يعني زي نائب أو ابن الملك في كوش، علشان الملك ده يبقى ممثل هناك كأنه سفير ممثل هناك مسؤول عن الاقليم حمايته، لو في اي تمرد او اي اعتراض لاي تجاره مصريه حصلت بيبلغ الملك بكل ما يقول. اخيرا الملك تحتمس الثالث اعظم الملوك المصريه التي اطلق علينا بليون الشرق مع تحفظنا على هذا المسمى، لان نابليون هو اللي تشبه بتحتمس مش تحتمس اللي تشبه بنابليون، فهو ده اكتر واحد وصلت نفوذه الى نباتة في الجنوب، وقيل ان هو عمل امبراطورية حديثة امتدت من الفرات في الشمال حتى نباتة في الجنوب. كل دي كان اسمها المملكة والامبراطورية المصرية، اعظم فترات الحضارة المصرية الملك العظيم تحتمس الثاني. عايزين نتكلم عن تقسيم النوبة، يعني النوبة تقسمت للنصف الشمالي والنصف الجنوبي وبعد كده اتوحدت مرة تانية في القرن ال19. تمام، احنا زي ما قلت في البداية ان النوبة طول عمرها مقسومة الى نوبة سفلى ونوبة عليا. النوبة كان اسمها النوبة السفلى كان يطلق عليها وواط، النوبة العليا اسمها كوش. فترة من الفترات في حضارات معينة ظهرت، يعني كنا هنتكلم بعد كده على من اشهر الحضارات اللي موجودة هناك حضارة نباتة. في الاسرة نهاية الاسرة 22 وبداية 23 في بعض الكهنة من طيبة لما لقوا ان هم استحالة العيش في طيبة وكان في اهل الشمال هيسيطروا، الأسرة الليبية اللي جت في الأسرة 22 سيطرت على الشمال وحبت تفرض سيطرتها على الجنوب، راح كبار كهنة آمون اللي موجودين في طيبة رحلوا إلى النوبة وعاشوا هناك فترة كبيرة جدا قاربة 300 سنة وعملوا مملكة سموها مملكة نباتة في الجنوب. وعملوا دي غير حضارة الكارما يا فندم صح؟ تمام. وعلى اسم وشأن لله آمون عاشوا هناك وتزوجوا هناك وعملوا معابد لآمون وأصبحوا هناك، يعني لنا مملكة مصرية اسمها مملكة نباتة في الجنوب. فضلوا هناك لغاية الأسرة 25 عن فترة كبيرة، ولما لقوا أن الأحوال في مصر مضطربة جاءوا من النوبة ودخلوا على مصر وكونوا أسرة أطلق عليها الأسرة النوبية أو الأسرة الكوشية، وده كان الغزو النوبي لمصر أو الكوشي أو مرات بيسموه الأثيوبي، وجم هنا أسسوا الأسرة 25. وأشهر ملوكهم اللي ليهم حتى أثار في المعابد المصرية الملك شباكة وكشتة والملك النوبي طهرقة، عامل صالة كبيرة في معبد الكرنك كانت تضم 10 أعمدة لم يتبقى منها إلا عمود في الفناء الأول المفتوح في معبد الكرنك.
فاذا حضارات في حضارات كبيره انتشرت هناك، حضاره نباته وحضاره مروي دي، بس مروي دي يمكن يعني حضاره امتدت بعد الفتره الكبيره بتاعه النباته، لان حضاره مروي دي عاصرت اكثر من فتره، يعني نهايه العصر المصري القديم، العصر البطلمي، العصر الروماني لما كان الوضع هنا عندنا في مصر، نهايات الفتره المصريه القديمه مع اليوناني مع الروماني، كانت حضاره مروي موجوده هناك قبل ان تدخل المسيحيه الى بلاد النوبه وتتحول في القرن الرابع الميلادي مملكه النوبه المسيحيه ثم العصر الاسلامي. في الهه والهات كثيره مصريه امتدت للنوبه وعبدت هناك، اشهرهم الاله امون، يعني معظم المعابد اللي هنتكلم عليها في نهايه حلقتنا او هنكتب بيها كلامنا عن الاثار المصريه الموجوده في النوبه ونقل معابد النوبه دي اتعملت للاله امون، الاله بتاح، الاله راح ورختي. طبعا مش هنقدر ننسى رمسيس الثاني، لان رمسيس الثاني يعني بالمفهوم بتاعنا عشان توصل للمشاهد البسيط ادعى الالوهيه، يعني ليه عمل نفسه اله بدليل ان هو عمل تمثال لنفسه جوه قدس الاقداس في معبد ابو سمبل جنب ثلاثه من اشهر الالهه المصريه، وحاطط نفسه الرابع ده التمثال اللي بتتسلط عليه الشمس او تتعامد عليه الشمس مرتين كل عام. فالاله امون، الاله بتاح، راح ورختي، واخيرا الاله مندليس. الاله مندليس ده هو الصوره النوبيه لله حورس. لما اتعمل معبد عندنا من اشهر المعابد اسمه معبد كلبشه، احنا عارفين عندنا ثالوث مشهور قوي اسمه اوزوريس وايزيس وحورس. الثالوث اللي كان موجود في معبد كلبشه اوزوريس وايزيس ومندوليس اللي هو الصوره النوبيه لله حورس. طبعا اله خنوم، اله الشلال اللي دايما كنا بنقول ده موجود في جزيره الليفانتين، وده اله الشلال واللي بيتحكم في الميه، وكان دايما المصري القديم عنده اعتقاد ان لو خنوم ده راضي على البشر هو اللي بيسمح بدخول الميه والفيضان والخير، لو حصل وان هو زعلان من البشر او كده بيتحكم في مدخل النيل ويمنع الميه عن مصر، زي لوحه المجاعه اللي مسجله عندنا من عصر الملك زوسر في الاسره الثالثه. ده بالنسبه لاشهر الالهه والالهات اللي كانت موجوده في بلاد النوم. الحضارات زي ما اتفقنا في حضاره نباتة، حضاره مروي، دول حضارتين مهمين جدا. وفي يمكن حضرتك في بدايه الحلقه اذعتوا بعض الصور منها الاهرامات اللي كانت، يعني طلبه كتيره بيسالوني يا دكتور هو في اهرامات في السودان؟ قال له اهرامات طبعا. حضاره مروي خلفت لنا بعض الاهرامات تختلف في تصميمها وشكلها عن الاهرامات المصريه، لكنها موجوده في السودان حاليا. طبعا زي ما قلت اتفضل فندم. في كثير من الآثار اتوجدت هناك، أشهر تلك الآثار هنتكلم عليها بسرعة عشان هي دي اللي تهم المهتمين بالسياحة والمرشدين وطلاب الإرشاد والآثار. عندنا معبد كلبشة طبعا، بس يمكن قبل ما أتكلم على المعابد، قبل ما أتكلم على المعابد يهمني أقول معلومة برضو معروفة عند كل المصريين. إحنا زمان بسبب فيضان النيل أنشأنا حاجة اسمها خزان أسوان في بدايات القرن العشرين، كانت 1904 عملنا خزان أسوان، ومن بعده حصل تعلية للخزان 1912. طبعا الخزان ده كان ليه دور كبير في حماية مصر من أخطار الفيضان، وقعد فترة يقوم بالدور على قد حاله، لكن ما كانش بيحمي مصر كلها من خطر الفيضان. عشان كده بعد قيام ثورة 52 لما جه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وفكر في انشاء حاجه اكبر جدا من خزان اسوان. احنا عايزين تنميه وعايزين زراعه وعايزين نعتمد على نفسنا، فموضوع الفيضان اللي كان بيغرق كثير من الاراضي وتسمح فترات كبيره من السنه مش عارفين نزرع، جت فكره انشاء السد العالي. طب انشاء السد العالي هيتطلب ان انا اعمل بحيره لتخزين الميه كبيره وصلت الى 500 كيلو متر مربع خلف السد. طيب ورا السد عند البحيرة دي في معابد كثيرة موجودة. هقول برضو معلومة جميلة جدا، لما أنشأنا خزان أسوان 1904 معبد فيلة اللي موجود في أسوان تعرض للغرق 70 سنة أو 60 سنة. دي المعابد اللي تم نقلها خارج مصر؟ لا، دي المعابد اللي تم نقلها من مكان منخفض إلى مكان مرتفع. يعني هو الفكرة ان معبد فيلة ده كان موجود ايام خزان اسوان. لما عملنا الخزان كان بيحصل حاجة ظريفة قوي، المية ضبطت المعبد، تغطي المعبد فترة الفيضان، وبقية السنة المية لما تقل الناس بتركب مراكب وتزور معبد فيلة. ده عشان كان عندنا خزان اسوان. لما جينا ننشئ السد العالي
قال لك لا انسى بقى ان الميه تعلى وتنزل تعلى وتنزل، لو انشانا الخزان وعملنا سد العين انا اسف وبحيره التخزين كل المعابد دي هتغرق وهتغمرها المياه. ومن هنا جاءت مبادره اليونسكو اللي هي نقل اثار النوبه او بعض المعابد، جت الفكره ان يتم تقطيع المعابد دي وترقيمها. طبعا المشروع كان عالمي وكلف كتير، وهيئه اليونسكو ليها الفضل بمساعده المصريين طبعا ان هم ينقلوا المعابد دي ويتم تقطيعها ونقلها الى اماكن اعلى من الاماكن الموجوده فيها، حتى او نقلها الى جزر اعلى عشان الميه ما تغمرهاش. عندنا معبد كلبشه ده من اهم المعابد، اتعمل في عهد الامبراطور اغسطس وفي اشارات الامبراطور تراجان وكاليجولا، وده يتعمل للاله النوبي قلنا عليه مندوليس اللي هو الصوره بتاعه حورس. وده اهم المعابد اللي تم فكها وتركيبها لانه يعتبر من اجمل واجمل معابد النوبه من حيث المعابد المعماريه، ده كانوا بيقارنوه بالكرنك. وفي نقوش رائعه طبعا مصريه قديمه، وزي ما قلت لحضرتك في الحلقه وفي نقوش مسيحيه، تقريبا يعني نص المعابد اللي موجوده في بلد النوبه عليها بعض المنازل المسيحيه لانها كلها اتحولت الى كنائس في العصر المسيحي. عندنا معبد بيت الوالي نفس الحكايه، ده اقدم معابد رمسيس الثاني، تم فكه واعاده تركيبه جنب معبد كلبشه، وده كان مخصص لامون وخنوم وعنقد من اشهر الالهه اللي كانت بتعبد في جزيره الليفانتين. معبد وادي السبوع وادي السبوع ده 150 كيلو جنوب اسوان، شيده رمسيس الثاني، وده اضخم معابد النوبه بعد معبد ابو سمبل، اتسمى كده عشان قدامه في مجموعه من السباع، يعني جسم اسد وراس انسان على شكل ابو الهول، عشان كده سمي معبد وادي السبوع. وده معبد كله مبني ما عدا قدس الاقداس منحوت في الصخر. خلاصه الكلام ان المعابد دي كانت من اعظم المعابد، كان حرام يعني يعني التراث الانساني ده والحضاره الانسانيه، اهو ده بيت الوالي قدامنا، حرام ده معبد منقول ومقام تم تشييده جنب معبد كلبشه، بصينا لقينا ان حرام المعابد دي تغمر بالمياه والحضاره الانسانيه دي كلها تنتهي، عشان كده تم بعض المعابد تم قطعها ونقلها الى اماكن اعلى. اخر كلام عايز اقوله على المعبدين العظيمين بتوع الملك رمسيس الثاني، معبد ابو سمبل الكبير ومعبد ابو سمبل الصغير. معبد ابو سمبل الكبير عمله الملك رمسيس الثاني عشان يعني يعبد فيه عدد من الالهه، قدس الاقداس بتاعه فيه اربع الهه، الاله امون وراح واختي والاله بتاح ورمسيس الثاني المؤله. وطبعا الشمس زي ما احنا عارفين بتيجي بتتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتين في السنه. كان وخلي بال حضرتك والمشاهدين من كان 21 فبراير و21 اكتوبر من كل عام. صحيح. لما جينا انشانا السد العالي وجول يونسكو نقل المعابد من منطقه سفلى الى منطقه عليا علشان لا يغمر بالميه، هذه الظاهره طبعا هو اتعمل بحاجه معجزيه جدا اللي هي نقل المعبد ومقاييس جميله جدا ودقيقه جدا، عشان كده كل الاختلاف اللي حصل ان الظاهره بعد ما كانت 21 فبراير 21 اكتوبر اصبحت 22 فبراير و22 اكتوبر، ودي حاجه كانت نتيجه او ناتجه عن نقل المعبد من المنطقه السفلى الى المنطقه العليا. طبعا رمسيس الثاني اخر كلمه هقولها على عشان دي برضه بتعجب المشاهدين. معبد ابو سمبل الصغير عمله الملك رمسيس الثاني الى زوجته وحبيبته اللي هي الملكه نيفرتاري، وكان مسجل على المعبد كلمه جميله جدا بيستخدمها بعض المرشدين وبعض الباحثين، يقول عليها ان هو عمل هذا المعبد الى زوجته وحبيبته التي تشرق الشمس من اجلها. يعني تخيلوا ملك بيحب مراته وعمل لها معبد اللي هو معبد ابو سمبل الصغير عشان تعبد. يعني يا ريت تمثلوا بيه دلوقتي يا دكتور، يا ريت تمثلوا بيه دلوقتي، المفروض ان احنا بناخد من حضاره اجدادنا، المفروض ان الناس اي حد بيعمل محاضره عن الحب في مصر القديمه او على الزواج، او انا عملت محاضره يعني عملت حلقه قبل كده في برنامج حضرتك عن الزواج والطلاق، قلنا ان المصري القديم كان بيحب زوجته وبيبقى ليها مكانه خاصه في قلبه وبيديها بعض الصفات، يعني حاجه جميله جدا. كنا بنتكلم عن رمسيس الثاني رغم تعدد زوجاته، عشان الناس بتقول لي ده كان متجوز 50 واحده و60، لا بس نيفرتاري كان ليها وضع خاص في قلبه وهي الوحيده اللي عمل لها
معبد الوحيده اللي اطلق عليها حمت نسوت ورد الزوجه الملكيه العظيمه، ما اداش اللقب ده لاي واحده تاني من اللي اتجوزها سواء بنت ملك الحيثيين او او او، هي دي الوحيده اللي اخذت الزوجه الملكيه العظيمه، الوحيده اللي عمل لها معبد نيفرتاري العظيم، معبد اوسمبر الصغير، الوحيده اللي كتب على جدران المعبد هذه الذي تشرق الشمس من اجلها. طبعا يعني قمه الحب وقمه الوفاء من الملك المصري العظيم رمسيس الثاني الى زوجته نيفرتاري. دكتور، بما ان حضرتك معانا عايزين نذكر سريعا للناس، النوبه مشهوره بعلم النوبيات، عايزين حضرتك تعرف الناس ايه هو علم النوبيات. دي حاجات خاصه بيهم، يعني حاجات زي ما كانت احنا عندنا علم المصريات وعندنا اكثر من علم كنا يعني بارعين فيه، هم عندهم حاجات يعني بعض الطقوس المعينه، بعض الاساليب المعينه اللي بيستخدموها في الزواج والطقوس، فدي اطلق عليها علم النوبيات على اساس ان دي حاجه خصصت الـ 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 الشعب ده عن غيره. يعني ودي وعلى فكره الكلام ده قاصر عليهم هم، ده حتى اللغه بتاعتهم اللغه النوبيه لغه غريبه جدا، غير مكتوبه، لا يوجد هذه اللغه غير اهل النوبه نفسهم هم اللي بيتكلموا على بيتكلموا اللغه دي. وللاسف يعني انا شايف ان اللغه دي في سبيلها الى الاندثار، لان الشباب الصغير والاجيال الجديده اللي طالعه بقوا يتكلموا اللغه العربيه وتركوا اللغه النوبيه. ما فيش حد، انا لما بنزل اسوان في زياره وكده ما فيش حد بيتكلم النوبي او اللغه النوبيه الا القدامى جدا، الستات الكبار العواجيز هم بس اللي محافظين على على اللغه النوبيه دي. وبعد كده برضو اذكر المشاهدين بحاجه حلوه جدا، في ايام حرب اكتوبر لما كان في عندنا مشكله الا هي انتشار الجواسيس اللي كانت موجوده في مصر، او كان في ناس من مصريين موجودين زي رأفت الهجان وغيره في اسرائيل، فكنا عارفين ان في تجسس واحنا في حاله حرب. فجت فكره رائعه جدا ان احنا بدل ما الكلام بتاعنا ممكن ان هو يتم تسجيله او معرفه الخطه العسكريه، جت فكره جميله الا وهي ان احنا الرسائل اللي تلقى بين الجنود وبين القاده والجنود بتاعتهم تبقى باللغه النوبيه. وبالفعل جابوا بعض الناس اللي موجودين في الجيش من اهل اسوان ومن اهل النوبه اللي بيحاربوا في الجيش المصري، هم اللي كانوا مسؤولين عن نقل الرسائل دي من القائد الى الكتائب او الفيلق بتاعته، علشان ما حد حتى لو حتى سمع او اتجسس على الرسائل دي مش هيعرف ينقلها ولا يعرف يترجمها. فكل دي حاجات خاصه ببلاد النوبه، تراث وانسانيه كبيره جدا، يعني زيها زي الحضاره المصريه القديمه. اي نعم، وصلتش العظمه حضرتك. قدمت لنا شرح مفصل عن النوبه وحضرتها، وبنشكر حضرتك طبعا. شكرا جزيلا دكتور ايفان ادوارد بولس، استاذ الارشاد السياحي المساعد بجامعه الفيوم وعضو جمعيه المحافظه على التراث القبطي. دكتور ايفان اخذنا في جوله يعني تاريخيه وعرفنا عن حضاره النوبه وعلم النوبه وكل حاجه والمعابد وكل حاجه تاريخيه عن النوبه. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ايفان ادوارد بولس، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا النهارده، اتكلمنا عن حاجات كتير ويعني قدمنا لحضراتكم حاجات كتيره جدا، بنتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم حلقه حلوه، وان شاء الله بكره حلقه جديده من صباح مين، نشوفكم في حلقه جديده، الى اللقاء.